أول حاجة كنهنئ الساكنة ديال سارودانت بهذه المعلمات الثقافية والفنية، مسرح جميل جدا كي يعطي الفرصة لهاد الساكنة هادو باش يتواصلوا مع المجال والحقل الثقافي. هنيئا لكم. كاين بزاف ديال المدن المغربية اللي واخا كبار ما فيهمش بحال هذا المسرح. هذه أولا. ثانيا، حنا جد سعداء كفرقة وكممثلين أننا كنحيوا الرحيم مع الجمهور ديال سارودانت، وإن شاء الله عرفنا اليوم بلي كان واحد الإقبال غفير، وقررنا إن شاء الله غادي نرجعوا من بعد العيد ان شاء الله غيتبرمجوا عروض اخرى باش يستافدوا العدد الاخر من الجمهور. فوالا، انا جيت سعيده، اول مره كنجي لسارودانت وعجبني الحال. غدا في الصباح غنفيق غندير واحد الدوره باش نشوف المدينه، باقي ما شفتهاش. فوالا، انا جيت سعيده. كنتي متألقة كالعادة، يعني كتألقتي في الخشبات المسرح وكذلك كتألقي في التلفزيون، فين كتلقى لالا نورا الصقلي راحتها؟ يعني واش شاشة التلفزيون ولا في المسرح؟ أشنو بان لك أنت؟ لا، لكل حاجة عندها حلاوتها كيف ما كنقولوا، ولكن كيبقى المسرح هو الأب الروحي ديال الممثلين، ويعني السعادة الحقيقية ملي كيكون التواصل مباشر مع الجمهور بخلاف التلفزيون كنكونوا أمام الكاميرات بحال هادو اللي بارتنا. يعني كيف ما كانت الكاميرا كتبقى غير واحد الآلة، ولكن التجاوب مع الجمهور ما عندوش ثمن. اللقاء المباشر مع الجمهور، احنا كتحيا فينا الطاقه الايجابيه والروح، وبصح كنحسوا براسنا ان احنا فنانين فوق الخشبه. وهنيئا بهذا المركب الثقافي الرائع وبهذه الخشبه الهائله، والناس والجمهور تبارك الله عليهم منظمين ومتبعين العرض من الاول حتى الاخر، وتصفيقاتهم كتضرب لنا في القلب وحسينا بها. شكرا شكرا، احبكم رودانا.